أيمن الشندول عضو الهيئة التسييرية لجمعية اتحاد بن قردين بريء من تهمة تسريب معلومة مشاركة لاعب الاتحاد محمد الحبيب يكن وهو تحت تأييد عقوبة النظار الثالث، والحقيقة تتمثل في أن مسؤول سابق بهيئة النادي الإفريقي وهو أسامة العبدلي هو من أعلم رئيس الهيئة هيك الخير والكاتب العام للنادي الإفريقي بهذا الخرق القانوني بحكم متابعته الدقيقة لمثل هذه الوضعيات في كل النوادي، وبالتالي فإن العبدلي هو من قدم خدمة جليلة للنادي الإفريقي، ومعروف على أسامة العبدلي غيور برش عن النادي الإفريقي ومطلع على كواليس هذه، وهو اللي قدم الهدية للفريق والأم وهذا حقه المشروع. المهاجم الدولي للملعب التونسي بلال المجري رفض عرضا مغريا من فريق ليبي وفضل المواصلة مع الملعب التونسي. المهاجم الدولي للملعب التونسي بلال المجري رفض عرضا مغريا من فريق ليبي وفضل المواصلة مع الملعب التونسي. المترشح السابق لرئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم جلال اتقيا عدل عن فكرة الترشح مرة أخرى لرئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم وأصبح يفكر في الترشح لرئاسة إحدى الرابطات. أعرب عدد كبير من اللاعبين القدامى على غرار عبد المجيد القوبنتيني ورضا الراشي وعبد الكريم بوشوشة وفوزي صغير على دعمهم للرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية القادمة المبرزة كما هو معلوم ليوم 6 أكتوبر 2024. مواطن من مدينة سليانة يقرر مقاضاة لاعب دولي مازال ينشط حاليا مع المنتخب، ما عيطوش فوزي البنزرتي في الليسة هذه لكن موجود في القائمة الموسعة المنتخب، رفض التكفل بمصاريف علاجي بعدما صدمه بسيارته في حادث مرور تضرر منه هذا المواطن بشكل كبير. هذه أخبارنا الأسبوع هذا، إن شاء الله الأسبوع القادم أخبار جديدة من خلال فقرة سكوبات وأخبار. الأسبوع الفارط في ركن من الأرشيف الصورة كانت للأسطورة عبد المجيد شتالي ومعه الإعلامي سامي العكريبي، وقت كانوا شعراته طايحين على كتافه وشعراته تبارك الله على سامي. اليوم عندنا شكون في البلاتو؟ هو ضيفنا في ركن صورة من الأرشيف، نتفرجوا مع بعض شكون وخلي يحكينا على الصورة ذي. أعطينا ترانزيسيون من الأرشيف. دغري ما عطينا التصوير اخويا، اعطينا سي صادق التصوير اخويا، وصلت التصويره هاي سيدي، شوفوا الشعرات البيض والبشا، شوف الشعرات الكحل سي صالح هاي سي صالح عطوها دارت التصويره ذي اللي دارت ما دارتش عندي سي صادق قديش عندها الصوره ذي قديش عندها؟ هي الدربي الدربي ضد الترجي 2005 انت وعماد طرابلسي ان شاء الله ربي يخلص واحد يا سامي خليك كمل يحكي لي على الوحده يا سامي دودو باش نذكرك الصوره هذه احكي لنا حاجه والله صوره عاديه برشا ناس يمكن يحبوا يعطيوها الصوره عاديه صالح تبتي يحكم وقت مع عماد طرابلسي في الوقت هذاك اي تضرب على الطاوله لا ما الحقيقة لا جاء لا لا لا, لا ما هو بالتجول تضربه لا مستحيل القرار كان بيدينا ونعم عدة مواقف حصلت ومنهم قرار وقالت نبيل معلول اللي أنا جد ضده وتمسكت بنبيل معلول وقعد نبيل معلول قديش عمرها الصورة دي؟ من 2005 2005 أما قعدنا بالاحترام رغم اختلافي معه راهو هو ربي يخلص وحله ما كنتوش تخافوا منه؟ لا شو وقت اللي جاء للنادي الافريقي في البريود هذيك حتى حد ما كان عنده علم وجايين وراه قصه راهو قصه والله تعني زوز رؤساء نوادي النادي الافريقي توفاو الزوز ما نحبش نخوض فيها القصه ما غير ما نسميه ما غير ما نسميه كان فما مشكل كبير وكان فما عجز مالي كبير كما نقولوا وقع الاستنجاد بعماد طرابلسي وجاء باش يعطي الاضافه هذاك اللي جاء في الفترة هذيك من بون ما قعدش برشا قعد كل في كل يمكن 5 أشهر و6 أشهر وبعد غادر أما الحقيقة في تجمعني به علاقة طيبة ربي يخلص وحله حتى برشا كلام تقال ربي يخلص وحله برشا كلام تقال كلام نخليه على جنب
ناخذوش بعين الاعتبار. بارك الله عليك بس زي ما تعمل ملاحظه انت. شفت الاناقه في 2005 بتاع سي صالح؟ لا ما يهمنيش في الاناقه، انا يهمني الشعرات النوار الجمعه الجايه نحبوا يعمل لي ضريبه صفراء. الكسوه والبابيون هنا اناقه كبيره. زي ما اناق سي صالح. سي صالح وقتها كان كبير هذاك. قد فكر عليه تو فهمت ولا شباب مازال. هذاك وقتها كان كبير. ان شاء الله ربي يطول عمرك. ربي يطول عمرك. ان شاء الله ربي يعطيك الوقت. ويمشي صغار سي صالح. الاسبوع القادم الاسبوع القادم تو تعرفوا الصوره على شكون، وصوره طريفه وطريفه وطريفه جدا. عبد المجيد قبطين عمل بكر وبكر بقلبه. المهم الزوز عندكم تصور عندي، ونيس البيجي عنده عندي زاد التصويره. سامي عنده تصوير اخرى عندي. اه ما لا انا لازم نجيب لك تصوير. لا انا المعلم ما عنديش. ماذا عن انتدابات فريقي الملعب التونسي والاتحاد المنستيري؟ نبدا معك انت انيس البيجي، قراءتك في انتدابات الملعب التونسي بعد خروج بعض الاسماء الرنانه. والله شوف انتدابات كمتابع الشأن الملعب التونسي اكيد ما همش في قيمه اللي خرجوا، هذا شيء واضح.